وتوفيق شوط الختام الخاص بالحول هنا ايضا هجن اصحاب السمو الشوخ لمسافة هنا 8 كيلومترات. هناك تويوتا لاند كروزر بيك اب للفائز بالمركز الاول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين. نتابع هذه المجريات ونتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي. أرى شعار العاصفة هنا على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. قرطاسة من تطير هنا من هجن العاصفة بقيادة الوافق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وتأتينا على المركز الثاني هنا الظبي لسمو الشيخ زياد بن محمد بن زايد نيان بقيادة محفوظ بن خميس لنبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث الانطلاق بن صغان لسمو الشيخ ذياء، هنا ايضا محمد بن ذياب بسيف ال نهيان بقيادة الصادق فضل الامين من ياتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع الظبي من هجن رئاسة دولة الامارات بقيادة السيل بن حمد بن دري الفلاحي، وتاتي شيء هنا ايضا على المركز الخامس من هجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فران المري الشبل من يقدمها بهذا الأداء المميز الجميل. هذه هي إذن نداءنا الأول للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة، وأسماء خلف المراكز الخمسة الأولى أيضا سوف تنطلق بهذا الأداء والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. قرطاسة لا زالت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني والانطلاق من الظبي على ثاني المراكز هنا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، هنا محفوظ بن خميس لنبي في المتابعة أبو ناصر يتابعها بهذا الانطلاق الجميل. وتأتي الظبي من هجن رئاسة دولة الإمارات بقيادة السهيل بن حمد بن دري الفلاحي، ووصلت هنا القادمة في هذه اللحظات الوثبة أيضا من هجن رئاسة دولة الإمارات مع الظافر علي بن ميل لوهيبي، ومن الجانب الآخر هناك أرى في هذه اللحظات والانطلاقة هو التحدي الجميل هنا ريمة في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في التضمير من تنطلق هنا على المركز الرابع، وغاية هذه القادمة على المركز الرابع. المركز الخامس تأتينا الظبي هجن رئاسة دولة الإمارات مع سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة والأسماء الذي تدخلت هنا، وقرطاسة هي المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تنطلق على مقدمة هذا الشوط بهذا الأداء المميز الجميل، ولكن الله بدأت التسللات هنا من قبل الوثبة، وثبت الوثبة على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن رئاسة دولة الإمارات بقيادة هنا أيضا
في هذه اللحظات علي بن يميل لوهيبي الظافر من ينطلق على صدارة، قرطاسة على المركز الثاني، هنا أيضا من هجنة العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ومن الجانب الآخر هناك الظبي لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة محفوظ بن خميس لنيبي. وعلى المركز الرابع وصلت العزرة، وصلت العزرة هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن طالب بن محمد بن شفيع من يأتيها وهنا ويقودها بالتضمير ويدفع بها بهذا الأداء الجميل. هناك الظبي على المركز الخامس، هناك أيضا من هجن رئاسة دولة الإمارات مع سهيل بن حمد بن دري الفلاحي في التضمير. ها هي الأسماء، وأيضا بدت أسماء تتدخل في هذه اللحظات إلى ركب المقدمة. وصل التنويه، وصل التنويه من هجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي في التضمير. يا سلام، التحديات جميلة والإثارة أجمل وأجمل هنا على أرضية هذا الميدان في شوط الختام، ختام هذا الصباح الجميل هنا على أرضية هذا الميدان. والصدارة، الصدارة والوثبة، من غيرت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الوثبة من انطلقت بالتحدي، انطلقت بالإثارة مشاهدينا الكرام من هجن رئاسة دولة الإمارات بقيادة المضمر علي بن يميل لوهيبي، ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر عادة الظبي لصلب المنافسة تتسلل من مركز إلى مركز، أيضا من هجن رئاسة دولة الإمارات مع سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، وتنويه، تنويه من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي، والقادمة من الجانب الآخر. هناك أيضا الوصول في هذه اللحظات هوايل، هوايل القادمة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم أحمد بن علي العويسي في تضميرها من تقدمت من الجانب الآخر. الوصول هنا أيضا من الرماسة من هجن رئاسة دولة الإمارات مع محمود بن محمد بن سالم لهيبي في تضميرها البنفسور، من يصل في هذه اللحظات. وصل بن حصين مع الشاهينية أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي، من ياتينا ايضا بها في هذا الاداء الجميل. خامس المراكز، الحذرة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني محمد بن علي بن حسين بن جرعب، من يضمرها في هذا الأداء. يا سلام، التحديات جميلة، التحديات متميزة، ولكن الصدارة، 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 الرماسة، الرماسة والشاهينية، ومن الجانب الآخر الظبي والسلام، ولكن أرى التسلل من الرماسة في هذه اللحظات على الصدارة وعلى المركز الأول من هجن رئاسة دولة الإمارات مع البنفسور محمود بن محمد بن سالم لوهيبي الشاهينية. ثانيا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فهد بن حصين النعيمي في تضميرها. الحذرة على المركز الثالث لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني ومحمد بن علي، محمد بن علي بن حسين آل جرحف في التضمير في هذا الأداء المميز. أما المركز الرابع، تنويه على المركز الرابع، تنويه، ولكن أرى الله، 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 الأسماء، 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 وصلت هنا المسك، وصلت المسك من هجن الرئاسة دولة الإمارات مع البنفسور محمود بن محمد بن سالم لوهيبي أيضا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس لغزيلة، لغزيلة وصلت لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي
في تضميرها على المركز الخامس. هذه هي الخماسية الجميلة وما خلف الخامس أيضا أسامي قدمة، ولكن الحذرة من غيرت، الحذرة غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني بقيادة محمد بن علي بن حسين الجرحف في التضمير على المركز الأول والصدارة. المركز الثاني الرماسة على المركز الثاني المنطلقة في هذه اللحظات هنا من هجن رئاسة دولة الإمارات بقيود البروفيسور محمود بن محمد بن سالم لوهيبي، لغزيلة من الجانب الآخر، لغزيلة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيود الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضمير، ومن الجانب الآخر وصلت هنا تسللت في هذه اللحظات. يا سلام التسلل، التسلل هنا ايضا من الوثبه من هجن رئاسه دوله الامارات بقياده علي بن ابي اللوهيبي، وهنا المسك ايضا من هجن رئاسه دوله الامارات مع محمود بن محمد بن سالم لوهيبي. يا سلام الظبي من الجانب الاخر، الظبي هناك ايضا من هجن رئاسه دوله الامارات بقياده هنا قسيل بن حمد بن دري الفلاحي، والكيل الأخير في هذا الانطلاق المميز الجميل. وهنا لغزيلة على الصدارة، لغزيلة على المقدمة على المركز الأول لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان هنا على الصدارة على المقدمة بقيادة أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، من الجانب الآخر الظبي من هجن الرئاسة دولة الإمارات مع السهيل بن حمد بن دري الفلاحي، والوثبة على المركز الثالث، الوثبة من هجن رئاسة دولة الإمارات بقيادة المضمر هنا أيضا علي بن أمي اللوهيبي، ولكن مرحبا أيضا القادمة مع الخمسمائة متر، مرحبا هنا بنجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ولكن لغزيلة وهناك الظبي. يا سلام ومرحبا قادمة الله لغزيلة الظبي، مرحبا لغزيلة الظبي، مرحبا الله ولكن الله هنا مرحبا تنتزع الصدارة، مرحبا تنتزع الفوز والناموس في هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا لجنة العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا للواثق أيضا حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني أتتنا الظبي من هجن رئاسة دولة الإمارات، أما المركز الثالث فكانت لغزيلة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. المركز الرابع كان من نصيب هناك أيضا الرماسة أو المسك من هجن رئاسة دولة الإمارات، وفي المركز الخامس كان من نصيب الوثبة من هجن رئاسة دولة الإمارات بقيادة المضمر. مشاهدينا الكرام علي بن أمي اللوهيبي، هذه هي النتائج للخمس المراكز الأولى، واستطاعت مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع شوط الختام هنا أن تنتزع الفوز والناموس هذا الأداء المميز الجميل من قبلي. هناك مرحبا لهجن العاصفة التابعة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد مكتوم، محمد بن راهد بن حمد بن غدير، 12 دقيقة 51 ثانية 89 جزء من الثانية توقيتها الزمني. أما المركز الثالث فكان الظبي من هجن رئاسة دولة الإمارات مع السيل بن حمد بن دري الفلاحي، 12 دقيقة 52 ثانية 96 جزء من الثانية توقيتها الزمني. المركز الثالث كانت لغزيلة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهجان مع أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، 12 دقيقة 53 ثانية 8 من الأجزاء أو 80 جزء من الثانية هو توقيت زمني. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام لهذه النتيجة نصل إلى ختام أشواط هذا اليوم. تابعنا الشوط الرئيسي الأول وكان مع حضور لهجنة الشحنية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، قدم حضور فائزة في الشوط الرئيسي الأول الخاص للحيل، أتى لوسيل في الشوط الرئيسي الخاص للزمول لهجنة الشحنية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما أفضل توقيت كان مع وعد الهجن الرئاسة
مع المضمر الظافر علي بن جمية الوهيبي 12 دقيقة 45 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. نهني جميع الفائزين في هذه الفترة الصباحية، وهذه قائمة بأسماء الفائزين المتوجين في 12 شوطا. ونذكر متابعينا الكرام بأن انطلاقات الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر هذا اليوم. وفي الختام تقبل تحيات الطاقم الفني لقناة الريان في الإخراج أحمد السادة ومحمد فيضي، وتقبل تحيات اللجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وتقبل تحيات محدثكم بدر العتيبي. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.